تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة كافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي مجرمين.
وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لولا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعل وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود
جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو